بسم الله والحمد لله وعلى بركة الله ننطلق. حياكم الله مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة من حلقات برنامج 600 ثانية. هذا البرنامج يسلط الضوء على أبرز المواضيع. بلا شك لما نختار موضوع هو هدفنا الأول والأخير هو إفهام واستفهام المجتمع بما هي رسائل جديدة ومميزة. بلا شك أن هدفنا الأول والأخير هو إثراء المجتمع برسائل إيجابية. بعد الفاصل راح تعرفون عنوان حلقتنا وضيفنا الغالي. مجددا رحب فيكم مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم، الساعة المباركة اللي تتابعونا عبر شاشة إثراء. موضوع حلقتنا اليوم يتكلم عن غزوة بنو قينقاع. باسمكم مشاهدينا الكرام نرحب بإمام وخطيب وزارة الأوقاف الأخ سعود علي الهاجري. حياك الله يا أبو علي. حياك الله يا أبو صلاح. بداية أحب أشكرك والله يجزاك خير على الحلقات اللي قاعد تقدمها لنا وحتى المعلومات الثرية. احنا نعرف ان غزوة بنو قينقاع هي مستكمل لغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. احسنت. طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا هذه الغزوة هي الغزوة الاولى التي يلتقي فيها سيف الحق بسيف الباطل. هذه الغزوة الاولى التي تسيل فيها الدماء ويقع فيها اسرى ويقتل فيها صناديد قريش. إذن الموضوع تطور، ولذلك دائما إذا سالت الدماء من الصعب الرجوع، خلاص أصبح العداء الآن مستحكم بهذه المعركة. طبعا قبل وقوع معركة بدر قام بنو زهرة وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نجت القافلة ولا حاجة للقتال، رجعوا إلى مكة. تخيل، تركوا الجيش ورجعوا إلى مكة. وجاء حكيم بن حزام، انظر إلى هؤلاء العقلانيين. ذهب حكيم بن حزام إلى عتبة بن ربيعة وقال له يا عتبة، على ما يقتل أحدنا أخاه؟ أتريدون أن نرجع إلى مكة وينظر أحدنا إلى قاتل أبيه وقاتل أخيه؟ ولذلك نادى عتبة بالجيش أن القافلة قد نجت ولا حاجة لنا بالقتال، دعونا نرجع. هنا لما علم أبو جهل طلب من عامر الحضرمي، وكان ابنه قتل، قتلته سرية عبد الله بن جحش وهي أول سرية في الإسلام بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عامر يريد القوم أن يرجعون إلى مكة ويتركون ثأر ابنك. فقام وأخذ التراب وحث التراب على رأسه وقال وعمراه وعمراه، لو كان ابني ابنكم لما تركتم ثأره. فلم يزل بهم يحث التراب على رأسه حتى اجتمع القوم وعزموا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت معركة بدر. نعم. هذه التفاصيل ربما ما ذكرناها قبل ذلك، رغم انها لكن في يعني اسئله كثيره. أحسنت. على هذا الجانب وهو نعم. استفزاز الطرف الاخر. أحسنت. على موضوع أحسنت. القتال. فكان هذه الحادثه هي التي استفزت قريش، علما بان الكثير من بني هاشم ايضا رجعوا الى مكه، لم يبقى منهم الا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الاسر وجاء به عريانا، ما كان عليه ملابس. نعم. من الشد والجذب والكر والفر والقتال، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رق له. انظر إلى يعني مدى في النهاية هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ثوب يكسوه به. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك ثوب يكسو عمه به. انظر إلى زهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو زاهد في هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم، هو يريد ما عند الله عز وجل. فجاءه زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وأعطاه ثوبا فكسى عمه. تخيل هذا المنافق لما مات عبد الله بن أبي والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه من كبار المنافقين، نزع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه وكفنه به ودفنه. انظر إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول محدث الحجاز سفيان بن عيينة قال كانت له يد عند النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يكافئه، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك أحد، أي واحد يقدم معروف للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتركه، لابد أن يقدم له النبي صلى الله عليه وسلم معروف. الصاع بصاعين من الطيب عند النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذه المعركة ونتائج هذه المعركة طبعا حقد اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، أول من حقد على النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وكذلك بقية القبائل، وذكرنا اجتماع بنو سليم. صح. للغارة على النبي صلى الله عليه وسلم وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغزوه وهربوا في رؤوس الجبال ودب الرعب في قلوب الكثير من قبائل العرب، ما صارت العرب تتجرى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة بدر. طبعا جاءت امرأة من المسلمين دخلت إلى سوق بني قينقاع تريد أن تشتري من هذا السوق، فقام أحد هؤلاء اليهود ويريد أن يسحب نقاب هذه المرأة، يعني يستهزئ بها، يريد أن يكشف وجهها، فكانت يعني تزجره، ف
فقام رجل آخر من اليهود وربط طرف عباءة هذه المرأة بظهرها حتى انكشفت عورتها. ولا شك أن هذا يعني يمثل قبح هؤلاء اليهود ومدى بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. سبحان الله شيخ، أنا قاعد استذكر حتى في وقتنا الحالي هذه السلوكيات أصبحت موجودة. أحسنت. يعني أحسنت. قاعد نشوفها كثير بالغرب، يعني خاصة شد الحجاب شد النقاب، يعني أحسنت. وصل المرحلة من البعض أن سبحان الله يعيدون إلى 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 عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت. فهذا ديدنهم. أحسنت. وهذا هو شعارهم، وهذا هو يعني جاهلية. بعد الفاصل الشيخ راح نستكمل أكثر هذا الموضوع. بعد الفاصل لا تبعدون، خلكم قريبين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم، الساعة المباركة تتابعونا عبر شاشة تترا. أبو علي، احنا وصلنا عند ان بعض السلوكيات اللي يسوونها اليهود يستفزون فيها المسلمين مثل خلع النقاب، كشف عورات النساء، للأسف هذه السلوكيات ايضا في وقتنا الحالي اصبحت موجودة. احسنت. طبعا الصراع بين الحق والباطل قائم الى قيام الساعة، ولكن نحن المسلمون ينبغي ان نعظم شعائر الله تبارك وتعالى، ولذلك التزامنا بما أمرنا الله عز وجل به من الحجاب هو الذي يجعل لنا هيبة. ولذلك تجد بعض الأقاليم غير المسلمين لهم عادات في اللباس، تحترم هذه العادات في جميع أنحاء العالم. هذا من ناحية نحن. نعم. لماذا لا يحترم النمط الإسلامي أيضا في اللباس؟ ولذلك هذا الأمر يرجع إلينا نحن بالدرجة الأولى، إذا عظمنا شعائر الله عز وجل وعظمنا هذا اللباس الذي أمرنا به الحق تبارك وتعالى، قل لأزواجك ونسائك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فالذي أمر بالحجاب هو الحق تبارك وتعالى. طبعا لما قام هذا اليهودي بربط طرف العباءة وكشف عورة هذه المرأة المسلمة، غار أحد شبان المسلمين فقام إلى هذا اليهودي فقتله، فاجتمع عليه اليهود ولم يزلوا به حتى قتلوه. لما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وخرج ب700 مقاتل من المدينة قاصدا هؤلاء اليهود، وقام بحصارهم فاجتمعوا وأغلقوا أبواب الحصون، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما حتى نزلوا عند حكم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هؤلاء القوم لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة قال لهم اعتبروا مما جرى بقريش في غزوة بدر، فقالوا لقد قاتلت قوما ليس لهم خبرة في الحرب، ووالله لو أنك قاتلتنا لعلمت أننا نحن القوم، يعني نحن أهل الحرب مو قريش. لاحظ هنا لما حاصرهم نفسه 15 يوم نزلوا وخافوا من النبي صلى الله عليه وسلم. دائما الكذب في دمهم. لا شك. طبعا لما نزلوا هنا عند رغبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يقوم بتكتيف الرجال، كتف الرجال ويضعهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتلهم. نعم. على ما فعلوا. طبعا هنا جاء زعيم المنافقين عبد الله بن أبي، وكان بنو قينقاع أحلافه قبل الإسلام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أحسن إلى موالي، تريد أن تقتلهم؟ ويعني آذى النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا حتى لدرجة ذكر أهل السير منهم ابن إسحاق وابن سعد في الطبقات أنه أدخل يده في درع النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك بجيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أرسلني يعني اتركني، وهو يقول يا رسول الله أحسن إلى موالي هؤلاء أحلافي، فلم يزل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند رغبته وهو يعلم أنه منافق، وعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أحد الصحابة أن يقوم بإجلائهم إلى أذرعات، أذرعات تقع في جنوب الشام. سبحان الله، ذهبوا إلى أذرعات وهلكوا جميعا بعد فترة بسيطة من هذا النزوح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد قتلهم وشفع لهم هذا المنافق، قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة وعفى عنهم وأجلاهم إلى أذرعات. وهذا أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، لأن هؤلاء القوم لا يريدون بنا خيرا وهؤلاء يتربصون بنا الدوائر، فإخراجهم من بلاد الحرمين ومعقل الإسلام أمر ضروري حتى لا يقوموا بالقضاء. نعم. على دولة الإسلام، يعني هذا هو السبب. نعم. الذي أمر من خلاله النبي صلى الله عليه وسلم، ليست القضية قضية عدم التعايش وإنما لأن هذا المكان هو معقل الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراجهم، لا يعني ذلك أن لا نتعايش معه. أقل من 30 ثانية، إحنا مقصرين، إحنا ما عندنا الإيمان الكبير، يعني لو تلاحظ شباب المسلمين في وقتنا الحالي إن شاء الله أن فيهم الخير،
ولكن مو محصنين إيمانيا، لأن يعني تسأل عن بعض واجبات وبعض شروط أحكام الوضوء أو غيره تلقاه نوعا ما ضعيف. لا شك. فإحنا بالبداية لازم أن إحنا نقوي نفسنا. أحسنت. طبعا هذه حقيقة مسؤولية تقع على عاتق أولا الآباء والأمهات في ضرورة تعليم الأبناء أحكام الصلاة. يعني الكثير من أبنائنا وبناتنا ما يعرفون يصلون، ما يعرفون الصلاة الإبراهيمية، وهذه مسألة أو مسؤولية تقع على عاتق الآباء. أيضا رسالة أوجهها للمعلمين في المدارس، خاصة معلمين التربية الإسلامية، استشعر أنك تؤدي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم هؤلاء الأبناء وتربيهم، تخرج لنا يعني أجيال يعرفون دينهم ويعرفون الأحكام يعني الأساسية في دينهم، الصلاة والصيام والزكاة والحج. يعني هذه قضايا لا يعذر المسلم بالجهل فيها، ولذلك يعني كما يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعشان تؤدي الصلاة وهي واجبة يجب أن تتعلم أحكام الصلاة، فالوسيلة واجبة لتحقيق هذا الهدف الواجب، أيضا في الصيام والزكاة والحج. فكل شرائع الإسلام الواجبة الوسيلة التي تؤدي إلى معرفة هذه الواجبات العلم. إذا معنى ذلك أن هذا العلم واجب وهو مسؤوليتنا جميعا. جميعا. نعم. جميعا. جواك الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، في الختام أسأل الله العظيم أن يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم ويعافيكم ويرزقكم. مع السلامة.